يمكن شي فيوز مضروب. أكيد في حدا صاحبه، يمكن عامل كسلان بيكون عامل هيك. لا تقرب على بنتي، أنا عم حذرك وإلا صدقني رح تندم. شو هالمصيبة؟ أنا سألتك، قلت إنك سيد ميهرة أبوها لأرياء، ليش ما قلت شي طيب؟ ليش ما ردت علي؟ قلي ليش؟ أنا السيد ميهرة. أبهيشيك بريم ميهرة أبوها لأرياء. أبوها لأرياء؟ شو بتقصد؟ أنا السيد ميهرة، بس أبداً ما كنت بعرف إنه براتشي بتكون بنتك براجيا. أنا كنت دائماً مفكرة بنتها لأنورادا بنت ساريتا. لا، هي اسم بنتها لساريتا أنورادا، وهي بتعتبرني مثل بنتها، مشان هيك بتكون تخربطت الأمور، وأنت فكرت إنه يعني براتشي بتكون بنتي. وهي بنتي كمان، هنن بناتنا. بس أنا غلطت كثير بحق براتشي، وخانقتها وزعجتها بكلامي القاسي. أنا قلت كثير شغلات قاسية لريا، وغلطت بحقها كمان. ما عرفتها أبداً. وقت التقيت فيها حسيت إني بعرفها، بس ما عرفتها أنها. اسمعني، نحن غلطنا، بس مشاعرنا كانت حقيقية وصادقة. هي اللي خلتنا نعرف إنه هدول بيكونوا أولادنا، وحسينا بالارتباط فيهم. دائماً كنت حس إنه في شيء بيربطني ببراتشي، وكنت حسها بنتي. وأنا تمنيت تكون أم لريا، وهلأ ما عم صدق أبداً إنه. كتير مبسوط أنا. وبراتشي التقت فيك كتير مرات، وكانت تضل تحكي عنك، وكتير شوفها قديش مبسوطة بس تجيب سيرتك، وأنا كنت حابة أتعرف عليك، بس دائماً كان لا، شو بدي أعمل هلأ؟ نحن التقينا أكتر من مرة، بقصد كل ما نلتقي يصير شغلة وما نقدر نعرف إنه الحقيقة. لكون صريح، أنا بقصد أنا ما ربيت ريا منيح، ما كنت أب جيد، بس هي مو سيئة مثل ما أنتي مفكرتيها. هي بنت طيبة كتير من جوا. هي صح عنيدة ومغرورة شوي وشايفة حالها، بس بتحسيها لساتها قلبها قلب طفل، وما بتأذي حدا وبتحب كل الناس. واضحة كل واحد فيكم بيميل أكتر للبنت اللي رباها، وهلأ أنتوا الاثنين رح تشوفوا كيف رح استغل هالشغلة كنقطة ضعف.